بديت نتحدث في الأمور هذه مع الرئيس ماكرون، قلنا نفتحوا صفحة جديدة، ندرو فونداسيون دي رولاسيون الجيرو فرونسيز، ما نخليش أقلية عندك تتحكم في التاريخ، أقلية اللي تكره الجزائر. حنا رانا مع الحق، الاستعمار فات وتحررنا والحمد لله، واستقلالنا تقام غالي ولكن مستقلين، ونعاودوا نبنوا دولتنا من وكذا وهذه، ولكن ما تحرفش التاريخ. انا ما كنتش حمايه ولا محميه تاعك، اذا هذا تاريخ، هذا ما نحرفش التاريخ. اذا كان مستعد للتعايش السلمي، وضروري نتعايشوا سلبيا، ضروري، عندنا جاليه قويه تما. اليوم نتايا انا راني يعني نحافظ على شعرة معاوية معاك، ما تخليش انا دراري يقطعوها. راني عارف انت كرئيس، نعرف العقلية نتاعك، وبعيد عن الاستعمار وما شاركتش في الاستعمار، ومن جيل اخر، وهذه وهذه وهذه. لكن ما نخليش انا المتطرفين يدخلوا في 75 1975 مع الزيارة نتاع جيسكار ديستان هنا. بومدين قال الجملة الشهيرة نتاعو، نطوي الصفحة وما نمزقهاش. إلى يومنا هذا نقول لك نطوي الصفحة وما نمزقوهاش، ولكن نقرو واش فيها. تكتبش أنت واش بغيت، التاريخ هو التاريخ.